اسمي أميرة. بشتغل في مدرسة في التجمع الخامس. معلمة ولا مدربة؟ لا، بشتغل مدير إداري في مدرسة أمريكية. تمام، أميرة مدير إداري. التالي رانيا إبراهيم، خريجة فنون جميلة، لسه متخرجة من كام شهر كده، وبشتغل يعني لسه بادئة شغل تريني. تمام. ثم مروة. مروة حفاجي، بشتغل دكتورة أسنان. إيه حكايتكم؟ يعني ايه هذا؟ عارف اللي ده هذا؟ مين اللي هيقود البدايه ويقول لي قرر؟ يعني اصل كل واحده فيكم اكيد ليها القصه بتاعتها، يعني انها قررت تسوق موتوسيكلات وسكوتر وتتحدى ومش عايزه وجع دماغه، ولا مش عاجبه يضرب دماغه في الحيطه. مروه مبتسمه كده بشكل عايزه تبدأي. انا اتفضلي يا فندم. هو انا البدايه كانت ان انا بس كنت عايزه اجرب كده، وكان نفسي، مش عارفه ليه، بس كان نفسي. نفسك تجربي، مش تعيشي يعني، وتبقى ده اسلوب حياه. ما انا لما جربت فوجئت بقى بالنتيجه. يعني انا جربت بس كده اسوق. اولا بدات بالسكوتر، لقيته سهل، ولقيت ان في ناس بنات عرفوا يعلموني، والدنيا مشيت بسرعه جدا. احنا بس عايزين نوضح عشان لو في اطفال بتسمعنا، مش السكوتر بتاع الاطفال. يعني بيختلط ساعات الامر. السكوتر اللي هو الموتوسيكل المصغر الجميل اللطيف. في ناس بتقول ان هو شبه الفيسبا يعني. مش يعني مش زيها بالظبط. تمام. بس وبعدين بقى اكتشفت ان هو وسيله مواصلات رائعه.